مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في قناتكم أنا المحترف. قبل بدء في هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديدات القناة إن شاء الله. نظرا للأهمية القصوى التي يحظى بها البنك الإلكتروني بايونير، أردت في هذا الفيديو أن أشرح لكم كيفية التسجيل خطوة بخطوة. الطريقة إخواني سهلة وبسيطة، عندما تتسجل بالرابط الذي سأضعه لكم أسفل الفيديو ستكسب 25 دولار، لكن هذه 25 دولار لديها شروط، من بين الشروط هو وصولي أو وصولك إلى 1000 دولار، عندما تصل إلى 1000 دولار ستربح 25 دولار. المهم طريقة التسجيل إخواني أخواتي، أول خطوة ستقوم بها هو الضغط على الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو، تقوم بالضغط عليه مباشرة سيتم تحويلك إلى هذه الصفحة. إخواني أخواتي، أول خطوة ستقوم بها هو تغيير اللغة، سنقوم باختيار اللغة العربية. بعد ذلك أضغط على سجل الآن. هنا إخواني أخواتي أقوم باختيار أحد هاته، يعني الخيار الذي يناسب أو يصف العمل الخاص بك، فنحن عادة نكون بائعين عبر الإنترنت، أختار بائع عبر الإنترنت ثم أضغط هنا ثم أضغط على تسجيل الاشتراك. بعد ذلك ستظهر لي هذه النافذة، سأقوم بإدخال المعلومات الشخصية، هنا أقوم باختيار فرد، وهنا أقوم باختيار الاسم الأول دائما باللغة الإنجليزية، وهنا أقوم باختيار اسم العائلي، وهنا البريد الإلكتروني، وهنا أقوم بإدخال البريد الإلكتروني مرة أخرى، ثم أقوم بإدخال هنا تاريخ الازدياد، إخواني أخواتي المعلومات التي تقوم بإدخالها هنا يجب أن تكون مطابقة للمعلومات الموجودة في البطاقة الإلكترونية، يعني بطاقة التعريف. تقوم بإدخال هنا تاريخ الميلاد ثم أضغط على واصل. بعد ذلك أقوم بإدخال هنا معلومات الاتصال، هنا أتركها، أقوم باختيار الدولة، ثم هنا أقوم بكتابة العنوان. هنا المدينة، وهنا الرمز البريدي، يعني الكود بوستال. بالنسبة للرمز البريدي دائما تذهب إلى جوجل وأكتب كود بوستال، هذا إن لم تكن تعرف كود بوستال خاص بك، كود بوستال، وأكتب المدينة مثلا طنجي، وتبحث عن كود بوستال، هذه هي الرموز للمدينة، وذلك يعود حسب مثلا هنا مثلا سأقوم باختيار مغوغة أو بني مكادة أو عوامة، يعني المنطقة أو الحومة، هنا مثلا سأقوم باختيار مثلا عوامة، ستظهر لي هذا هو كود بوستال للعوامة 980 كما تلاحظون. بالنسبة لرقم الهاتف هنا أترك دائما رمز الهاتف، وهنا أقوم بكتابة رقم الهاتف الذي ستصلك فيه أي شيء، يعني رمز الدخول وغير ذلك.
عم تكتب 0 6 0. المهم ابدأ بصفر، ثم انقل على أرسل الرمز. سيتم إرسال رمز التحقق في الهاتف الخاص بك. إخواني أخواتي، بعدما تقوم بإدخال معلومات الاتصال وإدخال رمز التحقق، قم هنا بإدخال الرمز أو كلمة المرور والمود باس، وهنا تقوم بإعادة إدخاله مرة أخرى. ثم هنا سؤال التوثيق الأمني، هنا تقوم باختيار أحد الأسئلة، مثلا ما هو لقب أكبر أخ لديك؟ في أي مكان كانت أول مدرسة ابتدائية لك؟ عندما يكون عيد ميلادك؟ عيد ميلاد والدك يعني متى في الشهر واليوم؟ كم كان عمر والدتك عندما ولدت على سبيل المثال؟ 29. في أي مدينة ولد جدك؟ ما هو اسم الشارع الذي نشأت فيه؟ كم كان عمر والدك عندما ولد؟ مثلا ما هو لقب أكبر أخ لديك؟ هنا تقوم بإدخال لقب الأخ. هنا مثلا سأكتب أنا اسم الأخ محمد. هنا اختيار المدينة، وهنا نوع البطاقة. هنا إما تقوم بإدخال البطاقة الوطنية أو رخصة القيادة أو جواز السفر. سأقوم هنا بإدخال رقم البطاقة الوطنية، وتقوم بإدخال الرقم هنا، لأن لماذا تقوم بإدخال كل هذه المعلومات؟ لأن فيما بعد سيتم إرسال لك رسالة للتحقق، وبالتالي سيطلب منك أن تقوم بإرسال لهم بطاقة وطنية، يعني تقوم بأخذ صورة للبطاقة الوطنية أو لرخصة السياقة أو لجواز السفر وتقوم بإرساله لهم. هنا إخواني أخواتي، نضيف الحساب، نضيف الحساب، الحساب البنكي، يعني لربط حساب بايونير مع الحساب البنكي. إخواني أخواتي، قلت هنا تقوم باختيار الحساب الشخصي، وهنا تقوم بإدخال المعلومات البنكية، وهنا تقوم بإدخال اسم البنك. مثلا في المغرب هناك بنك المغرب، وهناك تجاري وفابانك والسياش وبيمسيو والبنك الشعبي وغير ذلك. مثلا أنا لدي بنك المغرب، عفوا البنك الشعبي يعني بنك بيبيلير، سأقوم بإدخاله هنا. ثم رمز الحساب البنكي لو غيب، هذا الرمز الحساب البنكي يكون متكون من 24 رقم، يعني في المغرب يتكون هذا الرقم من 24 رقم، تقوم بإدخاله هنا. هذا الرقم تقوم بطلبه من البنك الخاص بك، أو إذا كان لديك تطبيق في الهاتف الخاص بك، تقوم بالبحث عنه. ثم رمز السويفت، رمز السويفت هنا كل بنك يوجد فيه كود، يسمى هذا الكود سويفت، ويكون مكتوب بالحروف الكبيرة. مثلا أنا بنك بوبيلار، تقوم باختيار هذا الكود، هذا هو كود سويفت للبنك الشعبي، وهنا البنوك الأخرى. إخواني أخواتي، هنا أضغط على أوافق، وهنا أوافق، وهنا أقوم بالإرسال، لكن قبل ذلك أتأكد من الرقم، أتأكد من رقم البنك. كي لا تقع في خطأ. 36 89 80 03 45. تقوم بإضغط على إرسال. إخواني أخواتي، الآن فهو قيد المراجعة، فنحن قمنا بدفع طلب لبايونير، للتسجيل في بايونير، والآن
فهو قيد المراجعة مباشرة بعد ربما يومين أو 3 أيام، سيتم إرسال لك رسالة في البريد الإلكتروني تؤكد لك بأنه تم التسجيل في بايونير بنجاح. إخواني أخواتي، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.